فرحانين برشا باحتضان لافون بروميير تاع فيلم فتريه، فيلم كيبدا يتعرض في القاعات التونسيه انطلاقا من نهار 25 سبتمبر الاربعاء الجاي، باش تكون جوله باهيه في المدن والقرى التونسيه. من غير ما نطول عليكم، نحب نستدعي مخرج الفيلم وليد طايع. أخيرا من الفيلم باش يخرج مغامرة عندها 12 سنة كانت جات فيه على قتل الولد. الفيسبوك تحلل الزوم جمهورية الإكزومية.